السماء علمتك جنات المأوى أسكنتك سجد لك الملك الأبرار إبليس عدوك نبهتك أغراك حتى أخرجتك استكبر أقسم أن يسلو قل يا أبنائك في النار الشيطان لا يغوينا وكتاب الله بأيدينا ورسول الله نادينا يفهمنا هذه الأسرار إن أخطأنا أو نسينا أغفر سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحانك أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم ويتيم الأهل ومن هاجر وسير الدين المهموم ويتيم الأهل ومن هاجر وسير الدين المهموم يشملهم عفوك سبحانك. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وآبائه آدم ونوح وإبراهيم وجميع المرسلين وعلى عباد الله الصالحين. مع آدم عليه السلام أبحرنا في ملكوت الله عز وجل، تدبرنا بداية الخلق والغاية من الخلق، ثم خلق الملائكة، ثم البارح شفنا خلق الجان، شفنا إبليس ذلك اللعين الرجيم الذي تعهد أن يعادينا، يعادي آدم وذرية آدم إلى يوم القيامة. اللهم يا ربي غلبنا عليه. ثم اليوم نشوف حوار قدسي وقع بين الله عز وجل وملائكته الكرام. هذا الحوار يخص خلقة آدم دينا، تو مش نحكيه على سيدنا آدم. ومعنا أخونا إسماعيل حرابي. أهلا بخوي رفيق، أهلا بالسادة المشاهدين. البارح حدثنا على إبليس، إن شاء الله إحنا كما نستشعروا الملائكة استشعروا بوجود إبليس ونحاولوا أن نقوي أنفسنا باش ما نقعوش في الخطأ. إن شاء الله ربي يقوينا في هذا الشهر الفضيل وربي يبارك لكم ويبارك لنا إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. لا نتتبع خطوات الشيطان، عملنا خطوات يستدرجنا، يلزم شيء هذا ما تعرفه كان بالعلم والعمل، لابد أن نعلم ونعرف حقيقة إبليس ونستغل هذا الشهر، حيث إبليس وجنود إبليس مصفدون في الأغلال كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. شهر الصيام تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين. اللهم يا رب جنبنا الشيطان وقوي فينا الإيمان وأدخلنا فراديس الجنان. قد يسأل السائل أخوي إسماعيل، الشياطين مربوطة في رمضان، لماذا المعاصي تتواصل؟ ما قلت الشياطين مربوطة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الصادق المصدوق، كل ما يقول راه حق. العلماء قالوا ثم ثلاثة أسباب لبقاء المعصية في رمضان. أول حاجة الحديث يقول وصفدت الشياطين، هذا يسمى حديث مجمل. التفصيل متاعه فيه رواية أخرى يقول وصفدت مردة الشياطين أو مردة الجان، يعني الشياطين الأقوياء الكبار فيهم يتربطوا، اللي هو إبليس إن شاء الله يكون في الشهر هذا مربوط خاسئ حقير على اللي عملوا في بني آدم. ويبقى المسيبين هم
القرين مثلا، كما قلنا كل إنسان عنده قرين من الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم قال يضع خطامه على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس، فهو ديما موجود ولكن يخنس بالذكر. فالقرين مازال موجود، ثم ناس قرينهم قوي وما حبوش يضعفوه بالذكر، ما حبوش يضعفوه بالصيام، ما حبوش يضعفوه بالمعوذتين، بالقرآن، بالتسبيح، فيبقى يوسوس لهم في رمضان. هذا الجواب الأول. ثم جواب ثاني من عند العلماء، قالوا إن شياطين الجن مربوطة ولكن شياطين الإنس مطلق مسيبين. شكون شياطين الإنس؟ هو كل إنسان يوسوس بالمعصية. ثم ناس يجيك البشر لباس عليه ويجره إلى معصية، وإن كان شيطان الجن يخنس فإن شيطان الإنس يبقى دائما يوسوس حتى يطيح صاحبه إلى المعاصي. وذلك علاش المؤمن على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الجواب الثالث، أنه مثماش إلا الشيطان يأثر على الإنسان، ثم النفس، إنسان كان ما يزكيش نفسه ما يراقبهاش، كان يدللها ويمشي معها، فهي بيدها تجيه في رمضان وتولي هي بنفسها توسوس له. قال الشاعر إني ابتليت بأربع ما سلط علي إلا لشقوتي وعنائي، إبليس والنفس والدنيا والهوى كيف السبيل، وكلهم أعدائي في حفظ ربي واتباع نبيه، يعطيني ربي منيتي ورجائي. رجاءنا إن شاء الله في هذا الشهر أن نعلم ونعرف ونتعلم كل كيد إبليس والشياطين وينصرنا ربي عليهم إن شاء الله. نعود الآن إلى بداية الخلق. فبعد أن خلق الله عز وجل القلم واللوح المحفوظ والكرسي والعرش والملائكة والسماوات والأرض، وخلق الجن ومنهم إبليس، خلق الله الدواب، خلق الحيوانات، حطهم في الأرض مئات ملايين السنين كما في الحديث، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الدواب قبل خلق آدم. عاشت الحيوانات هذه والحشرات في كل الأرض اللي ورينا تصويرها نتاعها نهار الأول، الحياة في الأرض مستعدة، الأرض لاستقبال هذه الحيتان والحشرات والطيور والدواب، ولكن مازال ما نزلش فيها شكون مش عمرها، لأن هذه الحيوانات لا أقامت جسرا ولا أنارت ضوءا ولا شعلت حتى شمعة. سيأتي من سيستكشف هذا العالم، يخترع ويغير الأرض. وكان تشوف صورة على الأرض من فوق في الليل، تشوف كيفاش نورها وبدلها ابن آدم. هذا الكون الآن يستعد لاستقبال مخلوق جديد سيقوم بأعمال جليلة فيه، إنه الإنسان. وأول إنسان هو آدم عليه السلام، آدم الذي طالما انتظرته الملائكة، لأن ربي سبحانه أعلمهم قال لهم راني باش نخلق آدم وباش نحطه في الأرض خليفة. وهذه الآية يقرأها لنا أخونا إسماعيل. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. شكرا إسماعيل. هذا المشهد المهيب يوحي إلينا بخشوع كبير، ربي سبحانه يكلم في الملائكة يقول إني جاعل في الأرض خليفة، وبش نعمل عليها حلقة ولا حلقتين حتى نفسر هذه الآيات الجليلة. إني جاعل في الأرض خليفة، جاعل اسم فاعل معناها ربي يفعل ما يريد، هو بش يحط خليفة في الأرض، مازال ما سماهش ولكنه سيكون آدم عليه السلام. اثنين، ايش معناها كلمة خليفة؟ فقال المفسرون خليفة يعني يخلف بعضهم بعضا، خلائف، وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض. فخلف من بعدهم خلف كما في سورة مريم. وقال الآخرون لا، خليفة معناها يخلف الله في الأرض بتطبيق شرعه. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فالحاكم إذن هو خليفة الله، حتى المسلمين ديما يسميه أمير المؤمنين الخليفة. معنى الخليفة أكبر من هكا بكثير، فمسؤول على الأسرة يسمى خليفة الله على الأسرة، أنت مسؤول على أسرتك، أنت خليفة الله على أبنائك، على دينهم، على إيمانهم. وكذلك المرأة وقت يخرج زوجها من البيت فهي تخلفه في بيتها. وكذلك العامل مش صاحب الشركة، حتى اللي يخدم في الشركة ما عارفك مش موجود، أنت خلفته فقم بهذه الأمانة. شوفوا المعلم كيفاش خليفة على الأولياء، خليفة الأولياء على تلاميذ، أنت في مقام بوهم مش تعلمهم. رأوا كلمة خليفة كبيرة برش، علاش ربي ذكرها في القرآن إني جاعل في الأرض خليفة. ثم نعود إلى هذا النبأ العظيم، هذا الإخبار القوي
إني جاعل في الأرض خليفة، علاش ربي أعلم الملائكة؟ هل هو يستشيرهم؟ أبدا، ربي هو الغني، هو الحكيم، هو الخبير، هو يعلم ما كان وما يكون. إذن لماذا أعلم الله عز وجل الملائكة؟ علاش قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة؟ المفسرون حتى ذي توسعوا فيها قالوا الفكرة الأولى أنك حين تحب أشخاص جماعة تحبهم تقول لهم راني مثلا ماشي للعمرة، فتعلموا شنو باش تعمل خاطر تحبهم، وربي يحب ملائكته. ونحن أيضا إن شاء الله يا ربي عبر آدم عليه السلام وقصة آدم عليه السلام حبينا سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك وحملة العرش وكل ملائكة الرحمن، فربي يحب الملائكة أعلمهم، قال لهم راني باش نحط في الأرض خليفة. هذه وجه من وجوه التفسير. حاجة أخرى قالوا لا، ربي يعلم في الناس الاستشارة، يحب يقول لك أنا رب العزة، أنا خالق الملائكة، أنا خالق الأكوان وخالق الأرض، ورغم ذلك فإني أعلمت الملائكة. يا رب الأسرة، يا أبو ما تعملش حاجة بلاش ما تعلم زوجتك، أعلمها، أعلم أبنائك حتى يشاركوك. يا صاحب المؤسسة، يا صاحب الشركة، ما تجيش تهبط قرار وتهبط هاي الناس كل تعمل هك، احكي معهم، ناقش معهم حتى يكونوا معاك في هذا القرار. وهذه تو داخله في امور التنميه البشريه وتسيير الشركات، مساله الاستشاره الديمقراطيه تسمى تو في السياسه، انك تعلم، مش يجي مثلا هاي هذا قرار رئاسي هذا قرار وزاري، لا، لازم تحكي مع اللي معاك باش يكونوا معاك في هذا القرار. ثم ايه في القران تورينا هذا المعنى في مساله الشورى، ولا ندم من استشار، يستحيل واحد يستشير ويندم. تفضل اخوي اسماعيل. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ربي قالوا فبما رحمة من الله، الاستشارة راهي رحمة، كانك أنت إنسان تشاور وكانك أنت إنسان تعلم بطبيعة، مش الناس كل تعلم اللي حاجتك بالرأي والمشورة متاعهم، راك أنت إنسان مرحوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور الصحابة في السلم والحرب وياخذ بنصيحتهم. النبي صلى الله عليه وسلم وقت لي ربي نزل عليه القرآن نزل عليه سورة الشورى، سورة كاملة تحكي عن الديمقراطية اللي عرفها الإنسان كان من بعد، وأمرهم شورى بينهم، هكا المسلمين يشاوروا بعضهم. استشار النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء برب العزة عز وجل وقت أعلم الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة. عندنا في القرآن قصص كثيرة عن الشورى. ملكة سبأ بلقيس ذكرها ربي في سورة سبأ وذكرها في سور أخرى، حين الهدهد اللي بعثه سيدنا سليمان خرج فوجد إبليس بالفعل صدق عليه ظنه، فوجد بلقيس عاملة عرش وفيه شمس والناس تعبد وتسجد للشمس، فرجع الهدهد إلى سيدنا سليمان وقال له راني وجدت ناس تعبد في الشمس شنو نعمل. فسيدنا سليمان بعث رسالة، قال سيدنا سليمان قوي بالله، قال لهم توا جينوا مستسلمين. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. الهدهد هز جواب وطيحه من فوق على بلقيس، حالة جواب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. شنو باش تعمل؟ تستسلم هكا؟ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري. الفتية استشارة، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. إذا طلبت هي الرأي وأوضحت، قالت راني ما وديما من نعمل حاجة لما شاوركم، حتى تكسب الحماسة متاعهم حتى يجيوا معها في هذا القرار، واللي تقرروا من بعد يتبعوها. وهكذا يجب أن يكون المسلم. ثم أن جماعة بلقيس ماذا قالوا لها؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أعطوها المعلومة، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. شوفوا محلاها كيفاش أعطوا رأيهم وتركوا القرار لها، وهذه الملائكة بعد يقولوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فتأدبوا معها، فهي وقتها عرفت يوم مستعدين للقتال تستسلم لسليمان ولا عندها فكرة، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية. قالت ونجرب نبعث رسالة لسيدنا سليمان ونشوفوا شنو يعمل بالضبط. فشوفوا معناها الذكاء متاعها وقتها، اللي هي تعرف اللي هو قانون الحرب لا يترك للخاسر شيئا. شوف الذكاء متاعها، شوفوا الاستشارة وين وصلتها. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم ربي قالوا فإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله.
مش كما فرعون، هذا المثال العكسي. فرعون قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فربي سبحانه محقه وأغرقه هو وقومه. علاش؟ خاطر قومه استخفهم وأطاعوه. شوف أعطانا مثال ربي بتاع بلقيس استشارت وفرعون لم يستشر بل استفرد بالرأي فأهلكه الله. بلقيس يقول قائل ما هي مشركة وتسجد للشمس، ولكن بذكائها وعقلها وقت اللي عندها الاستشارة فإن ربي هداها بعد. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذه دروس من خلال القرآن نفسه تعلمنا الاستشارة وتورينا قيمة هذاك المشهد نتاع ربي سبحانه وقت قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الآن ماذا كان جواب الملائكة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذن الملائكة هنا جاوبوا جواب كان يفهم الإنسان بعقل البشر متعتو، معناه يا ربي إحنا نقدسوا لك وأنت باش تخلق إنسان. أبدا، الملائكة يستحيل أن يراجعوا ربهم في موقف، يستحيل أن يسبقوه بالقول. ربي قال لا يسبقونه بالقول، ربي هو اللي أنطقهم تعليما لنا. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، إذن علمهم له ثم من سيفسد. فالعلماء هناك كذلك عندهم أراء، قالوا إذن ليش قالوا هذا الكلام. ثم جماعة قالوا إن الملائكة رأوا ما فعل الجن في الأرض. قيل أن الجن ما هو مخلوقين 2000 عام قبل الإنس، هبطهم ربي إلى الأرض قال أنتم خلفاء في الأرض ورينوا اش تعملوا. مخلوقين من نار، أقوياء، كلاوا بعضهم، قتلوا وسفكوا الدماء، فأرسل الله عز وجل الملائكة فقتلتهم وأسرت منهم، ومن بعد طردتهم إلى الجزائر معنى للجزر وإلى الكهوف والأودية. هذا الرأي الأول، علاش هم قالوا أتجعلوا فيها من يفسد فيها. الرأي الثاني قالوا إن الملائكة اطلعوا على اللوح المحفوظ. شنو اللوح المحفوظ؟ قلنا هذيك الدرة، هذيك اللي كاتب عليها ربي كل ما سيكون إلى يوم القيامة. فهم شافوا ربي بشجع الخليفة في الأرض، شافوا شوية حروب وشافوا شوية قتل ودماء، فتكلموا بما علموا من اللوح المحفوظ. هذا رأي يقول قائل علاش ربي ما اعطاناش بالضبط. هذاك باش يخليك تجتهد ويخليك تتشوق وتفهم وتدرس. فلعلهم هم اطلعوا على اللوح المحفوظ، لأن ثم ملائكة تكتب من اللوح المحفوظ تستنسخ صريف الأقلام. قلنا وقت النبي صلى الله عليه وسلم طلع إلى السماء السابعة سمع الملائكة تستنسخ من اللوح المحفوظ، فلعل الملائكة رأوا ما فعل الجن، ما سيفعل آدم عليه السلام من بعد، إذا استبقوا فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. وكانت حب تقرأ التفسير عليك بمحمد طاهر بن عاشور رحمه الله، فقال حاجة أخرى، قال ثم حاجة اسمها فراسة. الفراسة هو الإنسان تولي نيته هكا صافية، ينجم يعرف البشر من ملاحظته، يشوف واحد يقول هذا مش ثابت، هذا يراه ينجم يكون إنسان مش باهي، بالك من سوء الظن، أما إحساس فقط. فقالوا الملائكة هم الطيبة، هم النور، هم الإيمان. فالملائكة واختشافوا سيدنا آدم من شكله فقط قالوا هذا خلق ربما لن يتمالك وبش تصير بيناتهم معارك وتصير بيناتهم حروب وغيرها. فهذه ثلاثة آراء في أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وقيل لماذا أجابت الملائكة رب العزة سبحانه؟ شوفوا المفسرين وصلوا، قالوا لأنه كان واحد شاورك وانت تعرف الخير وين وما تعلموش، خنته سما خنته، لأنها أمانة. وقت يستشيرك إنسان أمانة، مش تخلي تعطيه شطر نصيحة، لا يلزم تعطيه الكلام بالضبط. فربي لا يستشير الملائكة، أعلمهم يلزم هم من الأمانة يجاوبوه. قالوا ربي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، معنى رانا يا ربي مناش نعارض فيك يا ربي، رانا نحن نقدسك من عن الخطأ، ولكن رانا قلنا لك هذا الكلام فقط. اللهم فرج يا ربي عن البشرية، لأن الكلام هذا تنشوفه في الحلقة الجاية وقع. ربي سبحانه استخلف الإنسان في الأرض فأفسد فيها وسفك الدماء. يا رب يا ربي في شهر رمضان هذا، يا ربي في ساعات الاستجابة، فرج عن البشرية الغارقة في الحروب والدماء والقتل والترويع. يا ربي فرج على الأمة واكشف الغمة. يا ربي فرج على المسلمين في كل مكان، إخواننا يا ربي في كل البلدان الإسلامية. إن شاء الله يا ربي هذا آخر رمضان عليهم في حروب وفي مصائب. يا رب العالمين بدل خوفهم أمنا، يا رب بدل جوعهم شبعا، يا ربي بدل هذا الرعب اللي عايشين فيه إلى استقرار وراحة، وجنب بلادنا يا أرحم الراحمين. يا ربي نسألوك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين 3 مرات، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن أخطأنا أو نسينا أغفر وارحم يا غفار.
اغفر وارحم يا غفار. رأينا اليوم الموقف المهيب الذي أعلم الله سبحانه وتعالى فيه ملائكته الكرام أنه سيجعل في الأرض خليفة. تدبرنا الحكمة من هذا الإعلام واستمعنا كيف سأل الملائكة ربهم دون اعتراض ولا لوم، بل خوفا أن يكونوا هم قصروا في عبادتهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يقول قائل أعلاش جاوبوا ربي؟ خاطرهم خايفين كان يكونوا قصروا، رغم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تفكروا ليه قلنا سيدنا ميكائيل لا يضحك أبدا، من يرى النار هو خايف. وهكذا يجب أن نكون، يجب أن نكون عندنا هذا الخوف متاع الملائكة، هو ما أذنبش ولكن خايف من النار. شوفوا قارنوا بين هذا وبين خوف الشيطان الكذاب وبين خوف بعض الناس يقول نخاف من ربي ونحب ربي ولكن لا يطيعه. أعطينا أخوي إسماعيل آية تورينا خوف الملائكة من رب العزة سبحانه. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا حال الملائكة الكرام، يخافوا ربي سبحانه، يخافوا ربي رغم أنهم لا يذنبون. وهكذا يجب أن نكون. ثم ناس يقول أنا من يعامل حتى شيء، لا سرقت لا خطفت، حتى ما عملت حتى شيء لو افترضنا، يجب أن تخاف الله. ربي قال ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. وما هو الإنسان ديما متوازن، كذلك ما يجيش إنسان يقول لا أنا راني داخلها النار وأنا عامل إياك، حتى هذا يراه فكرة شيطان. لولا فتوة الشيطان أنه باش يدخل الجنة وقلبه نظيف وقلبه صافي رغم أنه عاصي لله، والثانية اللي هو عمل ذنوب برشا راه باش يدخل النار، حتى هذيك فكرة الشيطان. خطر اليأس والتشاؤم وكل شعور سلبي راه سببه الشيطان. يا من اقترفت ذنبا كبيرا قل عندي رب أكبر يغفر الذنب يتجاوز عن الخطيئة. اغتنم فرصة رمضان شهر التوبة، تب إلى الله عز وجل وإذا به امسح لك كل الذنوب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اجتهد أن تكون خليفة لله في أرضه، أقم الحق، قول إلا الحق، أطع الحق سبحانه وتعالى في كل أمر، كن خليفة لله على نفسك، على ما أعطاك الله من أمانة في جسمك، وكن خليفة على أهلك. إن هذا العصر ليل فأنر أيها المسلم ليل الحائرين، وسفين الحق في لج الهوى لا يرى غيرك ربان السفين. أنت كنز الدر والياقوت في موجة الدنيا وإن لم يعرفوك، محفل الأجيال محتاج إلى صوتك العالي وإن لم يعرفوك. ليس في الوقت فراغ فاعتزم واملأ الدنيا بأعمال شريفة. أنت نور الأرض، المسلم هو نور الأرض، أنت نور الأرض تهدي أهلها، لن يرى غيرك في الأرض خليفة. غدا إن شاء الله سنتدبر بقية الآية، مازالت فيها معاني. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. شوفوا بقية الآية، أتجعل فيها من يفسد فيها، إيش معناها يفسد فيها؟ هل نحن مصلحون أم نحن مفسدون؟ هل أفسد فعلا الإنسان في الأرض أم لا؟ سنتدبر هذه المعاني. نترككم مع دعاء الأخونا إسماعيل حرابي. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم يا ودود ويا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، أسألك بنورك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وترحمنا في هذا الشهر العظيم.
آمين يا رب العالمين. تقبل الله صلاتكم وصيامكم وقيامكم وجعل الجنة أمامكم شاهية طيبة. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آدم إني أكرمت كل الأسماء علمت جنات المأوى أسكنت سجد لك الملك الأبرار إبليس عدوك نبهت أبراك حتى أخرجت استكبر أقسم أن يسلم كل أبنائك في النار الشيء